هو من يعرفه ها، عليه السلام. الدول الغربية بس تشوف هذا الإنسان العظيم المارد الجاي ذات علمية مرعبة. شوفي أنا من يجون الآن ناس على مستوى بروفيسور دكتوراه بالذرة يسألني أسئلة أجاوبه، يقول لي أنت ما متعلم هيك شلون تجاوبني؟ أقول له كل إحنا الشيعة هيك بهاي العقلية، يقوم إذا قاعد يقوم يقعد بالقاع، بس من يجيني جاهل من الربع حاط له شوية هنا على كتفه ما يسوى شيء عندي، يشوف نفسه فوق الكون كله. الإمام من يجي دولة يعرفونه راح يقتلهم. الغرب يريدون واحد عاقل وعالم مرعب يؤمنون به، عنده وسيلة إقناع. هذول الجهلة العدنة ما يدعون القيادات جهلة، ما يريد هو الجاهل كيف تقنعه؟ علي بن أبي طالب يقول ما حدثت عاقلا إلا وغلبته، وما حدثت جاهلا إلا وغلبني. ويا ريت جهل، جهل مطبق. لذلك حينما يرون الإمام الحجة ويجون يتفاوضون وياه يحكوا وياهم بقضايا مرعبة، مخازن سلاحهم شلون يقطع عنهم الانترنت بدقيقة ويجربونه، شلون يسقط لهم الأقمار الصناعية يقولهم شوف راح أوقعها هاي أجهزتي موجودة قدامي. فليش أني أدخل وياكم بحرب خسرانة من جانبكم؟ أنا أدعوكم إلى الإسلام 9 سنين يظل يفاوض ما يقاتل. ليش 9 سنين؟ حتى يعطي مجال للإقناع. بس ذولا يشن حرب عليهم يقول يلا عليهم، لأن ذولا ما يدورون دين، ذولا حطوا معالم الدين. ما هي معالم الدين؟ حطوا التكافل الاجتماعي والقانون العدل وهو عند الإمام، وحطوا المساواة، وحطوا الوزير يركب على الدراجة ويمشي محل له شغلة بيه. يعني ذني كله المالات الإمام بس بالغرب. اما احنا اذا عندك اتصال قلني لحتى احكي على الحثالات مالتنا. نعم لا سمح دكتور ابو علي. الو السلام عليكم، دروب الرجاء تفضلوا. فقدنا الاتصال، تفضل دكتور. احنا بس ما يصير وكيل وزير ووزير يجيب له 50 سيارة يسد الشارع، والشارع البي بيته 7000 كابينة وكلها شايله هالمسدسات الحلوه، عرف شلون؟ وبالك عنا اجى الوزير، راح الوزير، مشى الوزير، بالك عن الوزير، اليوم معزوم عند الوزير. بالغرب ماكو، يخلص دوامه يركب على الباسكل هذا بحق فلسين 5 دولارات ويطلع الوزير هو وجنطته. وروحوا شوفوا وزير خارجية بريطانيا اللي استقال، هذا الأحمر المتين حاط هاي جنطة مالته مال لعب الأطفال ورا ظهره، ويجعل الدراجة مالته المن إلى مقر الحكومة. فالإمام الحجة دول عندهم إصلاح نفس كامل، ما يحتاج يعلمهم الأخلاق، يجي إن ما عندنا أخلاق ولا عندنا دين ولا عندنا تربية ولا عندنا نوماس، يحكي بالشرف وبيته ب50 و60 مليون دولار، يحكي بالإصلاح وعنده 10 غرف أورو. هذول إحنا الكذابة والمنافقين، نضحك على إسرائيل يريدون يحاسبون على 100 ألف دولار سارة مرت نتنياهو، نتنياهو كما يجون يحاسبون عندنا، لأن إحنا ناس إجينا لتدمير الدين، ذولاك إجوا لبناء الدين مالتهم، إحنا إجينا لتدمير الدين. فالإمام ما يترك لنا مجال ولا يتفاوض ويانا ساعة.